متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة الرابعة التي تتحدث عن الحالة المدارية في بحر العرب، والتي تحديدا تتمركز قبالة سواحل صلالة العمانية من محافظة ظفار. هذه الحالة المدارية التي ما زالت تؤثر على هذه المنطقة منذ عدة أيام، وجلبت كميات هائلة من الأمطار، وصلت في صلالة حتى اللحظة إلى أكثر من 400 مليمتر. 400 مليمتر من الأمطار تهطل في بعض المدن العربية على طوال 9 أو 10 أشهر، وبعض منها لا يهطل حتى في عام كامل. مثلا في العاصمة الأردنية عمان أو في العاصمة السعودية الرياض، فإن معدلات الأمطار لا تتجاوز ما بين 200 إلى 250 مليمتر في بعض هذه الأنحاء، وهذا يحدث في 9 أشهر، حتى في 400 مليمتر في صلالة وفي عدة أيام. ذلك بسبب هذا المنخفض الجوي المداري الذي يؤثر على هذه المنطقة منذ عدة أيام. وهذه الصورة هي مقطع عرضي بتقنية ثلاثية الأبعاد، تشير إلى ارتفاعات شاهقة للسحب المرافقة لهذا المنخفض المداري. هذه منطقة صلالة، منطقة سدح، وأيضا أجزاء من الأراضي اليمنية. جميع هذه المناطق وبالتحديد منطقة صلالة تستقبل سحب ذات كثافات وسمكات كما تلاحظون عالية جدا، شاهقة، سحب تسمى سحب شاهقة رعدية ماطرة بغزارة تؤثر على هذه المناطق، وتسببت بجريان الأودية وتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه ووصول كميات الأمطار إلى مستويات هائلة حقيقة تجاوزت في بعض المناطق ما حدث في إعصار موكونو. وقد كنا قد نبهنا سابقا بأن بطء الحركة لهذا المنخفض المداري كفيل بأن يجعل التأثير على أرض الواقع مشابها لأعاصير من الدرجات المتقدمة. ماذا بعد؟ اليوم السبت مساء المنخفض ما زال موجودا منذ عدة أيام. ماذا ننتظر بعد ذلك خلال الأيام القادمة؟ هذا ما سنعلمه وسنعرفه خلال هذه النشرة الجوية الخاصة من طقس العرب. ولكن قبل الخوض في غمار التوقعات الجوية، نبدأ معكم بآخر الرصدات الجوية التي تسود المنطقة حتى الساعة 12 بتوقيت غرينتش يوم السبت، أي النهار الرابع بتوقيت سلطنة عمان. كان التصنيف ما زال منخفضا مداري، وبالرغم من أن الصور الأقمار توحي بأن هذا المنخفض هو منخفض مداري عميق، إلا أن قيم هذا المنخفض ما زالت تعطي بأنه منخفضا جويا مداريا بامتياز. بالنسبة للموقع فهو يتمركز في جنوب غرب صلالة، وبعض المعلومات الجوية التي تترافق ما بين الضغط الجوي تقريبا 999 مليبار أي 1000 مليبار، وهو منخفض جوي. الحركة شمال غرب إلى غرب، بطء شديد في الحركة، وهذا ما يميز هذه الحالة منذ اليوم الأول. وسرعة الرياح ما زالت تبلغ ما بين 25 إلى 30 عقدة، بالرغم من أن بعض الهبات سجلت في محافظة ظفار بحسب الأرصاد العمانية ما قاربت 45 عقدة، يعتقد بأنها رافقت إحدى السحب الركامية الرعدية. هذه إذن آخر الرصدات الجوية. ماذا عن التوقعات الجوية؟ كنا قد تحدثنا سابقا بأن هناك محاكاة حاسوبية لحركات هذه المنخفضات الجوية المدارية أو حتى العصير أو حتى العواصف، هل تتطور، هل تتراجع، ما هي مساراتها، ويكون لديها مسارات مختلفة. اتفقت هذه النماذج والمحاكاة الحاسوبية على أن الضربة الكبيرة لهذا المنخفض المداري هي منطقة صلالة ومحافظة ظفار. لكن ماذا بعد ذلك؟ نبدأ بالمركز الأوروبي الذي يشير إلى التالي. المركز الأوروبي يرى بأن مسار هذا المنخفض المداري سيكون باتجاه داخل الأراضي اليمنية خلال ساعات القادمة، أي بمعنى آخر أن يوم الأحد تبقى منطقة صلالة وجنوب غرب سلطنة عمان وجنوب محافظة ظفار تحت تأثير التأثيرات المباشرة لهذا المنخفض المداري. المئات من المليمترات، المزيد من مئات المليمترات من الأمطار متوقعة على هذه المناطق، ولكن يرحل تدريجيا هذا المنخفض اعتبارا من يوم الاثنين، ويدخل إلى داخل وعمق الأراضي اليمنية. ويتوقع أن يوم الاثنين والثلاثاء أن يجتاح هذا المنخفض المداري أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية، مناطق لا تعتاد على الأمطار الموسمية أو الأمطار التي تأتي. بالعادة الأراضي اليمنية تستقبل بها الأجزاء الغربية وأجزاء أحيانا من الجنوبية من هذه السيمة المرتفعات الجبلية بأمطار صيفية موسمية ذات قيم كبيرة أحيانا تكون بما فيها مدينة صنعاء. ولكن هذه المرة يتوقع أن يجتاح هذا المنخفض كامل الأراضي اليمنية، وفي بعض المناطق ستهطل بها أمطار تعتبر من أجف المناطق في شبه الجزيرة العربية. سيجتاح هذا المنخفض يومي الثلاثاء الاثنين والثلاثاء والأربعاء كامل الأراضي اليمنية، مسببة هطولا لأمطار غزيرة، جريان للأودية وتشكل للسيول قد تكون جارفة، والحذر واجب وواجب وواجب في الأراضي اليمنية جراء هذا المنخفض المداري الذي قد يفوق تأثيره
أعاصير أو عواصف مدارية بسبب بطء حركته النسبية بوجه عام. مدينة شرورة تحت المجهر في جنوب المملكة العربية السعودية وتقع في هذه الأنحاء، وذلك بسبب أنها قريبة من المسار المفترض والذي تقترحه نماذج المحاكاة الحاسوبية بشأن هذا المنخفض المداري. كميات كبيرة للأمطار متوقعة أيضا على حد سواء، هذه كميات الأمطار متوقعة خلال تقريبا 72 ساعة القادمة حتى يوم الثلاثاء، كما نلاحظ مئات المليمترات في منطقة صرارة ومحافظة ظفار. تصل توقعات الأمطار لما تبقى من هذا المنخفض تبلغ 300 مليمتر، كميات جنونية من الأمطار تتوقع أن تهطل، ربما يبلغ حصيلة هذا المنخفض في بعض المناطق ما يقارب 1000 مليمتر، أي ما يوازي ما هطل مثلا في مناطق الساحلية من شرق البحر الأبيض المتوسط خلال تقريبا آخر 10 شهور، هطل في عدة أيام. تدخل هذه الأمطار إلى داخل الأراضي اليمنية بقيم مرتفعة تصل أيضا إلى مئات المليمترات في بعض المناطق، وكما تلاحظون هذا هو المسار المتوقع باتجاه هذا بحسب المركز الأوروبي، والذي يلامس كما تلاحظون منطقة شرورة التي قد تتعرض فعليا لتأثيرات ربما تكون غير مباشرة أو حتى مباشرة بشأن هذا المنخفض المداري. ولكن تجدر الانتباه ويجدر الذكر بأن ذلك يبقى ضمن نطاق التوقعات التي ما زالت غير عالية الثقة بسبب أن هذا منخفض هو منخفض غريب في سلوكه ويحتاج إلى المزيد من المعلومات من ناحية المحاكاة الحاسوبية ليتم تأكيد على المسار المتوقع. وسنرى الآن كيف أن المسار قليلا مغاير بالنسبة لتوقعات نموذج جوي آخر حاسوبي، وكيف أن هذا التغييرين والمسارين المختلفين يعني يحققان فرقا كبيرا على أرض الواقع بشأن الأمطار. إذن هذا هو المركز الأوروبي كما لاحظنا توقعات الأمطار، هذا هو المسار المتوقع لهذا المنخفض المداري البطيء الذي يستمر ويؤثر على هذه المناطق. ماذا عن المركز الأمريكي؟ المركز الأمريكي يرى الأمور قريبة ولكن بعض الشيء مغايرة. كما تلاحظون إذن هذا هو المركز الحالي لهذا المنخفض المداري، يتوقع أن يتحرك باتجاه الحدود اليمنية العمانية، يتجه باتجاه منطقة المهرة في اليمن ويسلك مسار في أواسط اليمن، ولكن المركز الأوروبي يرى ذلك إلى الشمال أكثر، المركز الأمريكي يرى إلى الجنوب أكثر، ويستمر في ذات السياق إلى أن يصل إلى المناطق القريبة من المرتفعات الجبلية الغربية من المملكة. هذا هو المسار إذن المتوقع من المركز الأمريكي، مسار قريب لكن مختلف. سترون الآن كميات الهطولات المطرية مختلفة. إذن المركز الأوروبي وجد أن كميات الأمطار تتحرك بهذا الاتجاه وباتجاه، حتى أن قلنا قبل قليل أن شرورة تحت المجهر وهناك كميات أمطار قريبة منها. المركز الأمريكي يرى أن المسار الأرجح لهذا المنخفض المداري هو إلى الجنوب على السواحل، كما تلاحظون هذا اللون هو على السواحل اليمنية، يصل المكلا مهرة والمكلا والمناطق الجنوبية والمطلة على خليج عدن، تلك هي المناطق التي ستكون الأكثر تأثيرا. ولكن لا اختلاف بالتوقعات بالنسبة للظفار وصرالة والحدود اليمنية العمانية، تلك المناطق يتوقع أنها متوحدة من ناحية التوقعات، كميات هائلة من الأمطار متوقعة ما زالت مع هذا المنخفض المداري. ثم المركز الأمريكي يقول بأنه سيتحرك باتجاه أو بمحاذاة السواحل الجنوبية، وبينما المركز الأوروبي يتوقع أكثر إلى داخل عمق الأراضي اليمنية وبالتالي المزيد من الأمطار إلى مناطق ذات جفاف عالي جدا. ماذا نفعله في هذه الحالة هو أن نأخذ المتوسط زائد نأخذ ما هو المسار الذي كان في الأرشيف أكثر ترجيحا، وللأمانة فإن المسارات الأكثر يعني مرجحة هي تلك القريبة من السواحل أكثر من كونها في داخل عمق الأراضي اليمنية، ولكن لا ندري، فبالتالي هذا طقس ويمكن أن يتغير المسار وأن يكون المسار أصلا مغايرا لكل ذلك. ولكن نحن في طقس العرب نقول أن المسار الأقرب سيكون إلى الجنوب من الأراضي اليمنية. لاحقا خلال نهاية هذا الأسبوع المقبل تصل هذه الموجة المدارية، ربما تصل على شكل موجة مدارية وليس منخفض مداري، إلى مرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية والغربية من اليمن، وربما أيضا أجزاء من الجنوب غرب السعودية، وهذا ما سيعمل على اشتداد كميات الأمطار في هذه المناطق. إذن هذه هي النظرة المجملة لهذا المنخفض المداري الطويل والذي يضاهي تأثيرات أعاصير ضربت هذه المناطق سابقا وبسبب بطئه الشديد. سنبقى دائما معكم أولا بأول بآخر المسجدات الأحوال الجوية في المنطقة بشأن هذه الحالة المدارية، خصوصا بأن الكلام بدأ يزداد عن وجود حالة مدارية أخرى
بدأت بالنضوج والتشكل على شكل سحب ركامية في المنطقة الجنوبية الشرقية من بحر العرب، لكن الكلام ما زال بعيد، لم ننتهي، ما زلنا من هذه العاصفة المثيرة للجدل والتي أو هذا منخفض المثير للجدل الذي يضاهي العواصف والأعاصير من ناحية كميات الأمطار التي تجلبته المزيد من الأمطار. ما نوصيكم به بأننا يجب على الجميع أخذ هذا المنخفض المداري بأقصى درجات الحيطة والحذر وبجدية، خاصة في اليمن، وإيصال الرسائل لجميع السكان المحليين بالاستعداد لكميات كبيرة جدا من الأمطار قادرة على أن تعمل على حدوث تشكل كبير لسيول جارية وجارفة وجريان الأودية، فيجب إيصال التحذيرات للسكان المحليين في اليمن. كما ندعوكم دائما للاستمتاع، استماع وليس الاستماع، الاستماع والاستمتاع بالنشرات الجوية الصادرة عن المرافق الحكومية في كل من اليمن وعمان، والتعليمات الصادرة عن مراكز إدارة الأزمات هناك في حال كان هناك لزوم لأي إخلاء لأي مناطق أو عدم الخروج من منازل بسبب هذا المنخفض الجوي المداري. نحن في طقس العرب نقوم في تغطية حية، يمكنكم زيارتنا عبر طقس العرب arabiaweather.com ليصلكم كل ما هو جديد بشأن هذه الحالة المدارية السائدة في منطقة بحر العرب. دمتم بخير ودمتم بسلامة، شكرا على استماعكم، إلى اللقاء.